السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. رجعت وياكم بحلقة جديدة، وحلقتنا اليوم مثل ما وعدتكم انه افتح لكم كورس تعليم لغة تركية، وان شاء الله من اليوم راح ابدي وياكم باول درس من دروس اللغة التركية. انتظروني. السلام عليكم مرة ثانية. بالنسبة للغة التركية، أكو هواي كورسات وأكو هواي أشخاص يروحون للكورس ويطلعون من دون فائدة، يطلع بس يعرف قواعد اللغة التركية، ما يعرف يحكي تركي، لأن الكورسات تقدم بس القواعد وقراية وكتابة وما أدري شنو. فأني ما راح أعلمك قواعد اللغة التركية، راح أعلمك الكلام التركي، يعني أخليك تحكي تركي، أخليك تطلع نفسك. مثلا تروح المستشفى، تروح السوق، تروح الدوائر الحكومية لغيرها، تحكي بالشغل، يعني أخليك تطلع نفسك باللغة التركية. فراح أبدي وياكم من الأرقام، من الأعداد التركية، وبعدها إن شاء الله بالحلقات الجاية أعلمك أيام الأسبوع، الأشهر وغيرها غيرها، إلى أن نصل للمحادثات وللجمل، وأخليك تكون جملة، وأخليك تعرف تحكي التركي ببساطة. أهم شيء باللغة التركية انك ما تقول اللغة التركية صعبة واني ما راح اقدر احفظها وما ادري شنو. اهم شيء تخليها ببالك، لان اذا اللغة التركية ما ببالك ما تتعلمها، ايش قد تقول عليها صعبة تصعب عليك، بس ايش قد تقول عليها سهلة راح تسهل عليك، وهي ان شاء الله بس تتعلمها راح تشوف ايش قد سهلة، وكنت تقول انا شلون كنت اقول عليها صعبة. فاليوم راح ابدي وياكم ان شاء الله من الاعداد. اول ما نبدي من الصفر. صفر باللغة التركية هو نفسه صفر، بس بالكتابة ينكتب صفر، بس انت ما عليك من الكتابة، عليك من اللفظ صفر، يعني صفر مفهوم. الواحد رقم واحد، بير، واحد بير، واحد بير. اثنين اكي، اثنين اكي، اثنين اكي. ثلاثة أوج، ثلاثة أوج. انت به طريقة اللفظ، لأن إذا حرف غلط أو حرف ما تقدر تقوله راح يختلف معنى الكلمة. ثلاثة أوج، ثلاثة أوج. أربعة دورت، أربعة دورت، أربعة دورت. خمسة بيش، خمسة بش، خمسة بش. ستة ألط، ستة ألط، ستة ألط. سبعة يد، سبعة يد، سبعة يد. ثمانية سكيس، ثمانية سكيس، ثمانية سكيس. تسعة دوقوز، تسعة دوقوز، تسعة دوقوز، يعني بالزاء دوقوز. عشرة أون، عشرة أون، عشرة أون، نهايته إن أون. نجي بعد العشرة، مثلا 11 12 13. هسه احنا باللغة العربية نقول 11، يعني نقول 12، نقول اول مرة الاحاد وبعدين نرجع العشرات. هنا بالتركي بالعكس، نقول مثلا اريد اقول 11 اون بير، 10 واحد، 10 واحد، اون بير 11، اون بير 11. 12 اون ايكي، 12 أونيكي، 12 أونيكي، 12 أونيكي. تلاحظ إنه العشرة وبعدين الرقم. 13 أون أوج، 13 أون أوج، 13 أون أوج. 14 أون دورت، 14 أون دورت، 14 أون دورت. 15 اون بيش، 15 اون بيش، 15 اون
بش. 16 on 6 16 on 6 16 on 6 17 on 7 17 on 7 17 on 7 18 on 8 18 on 8 18 on 8 19 on 9 19 on 9 19 on 9 العشرين هنا تختلف. 20 يرمي 20 يرمي 20 يرمي 20 يرمي، يعني انت هاي لازم تحفظها حفظ. نفس الحالة الواحد وعشرين واثنين وعشرين مثل ما الداعش والاثناعش، يرمي بير يرمي بير. واحد وعشرين يرمي بير. اثنين وعشرين يرمي اكي يرمي اكي، وهكذا لحد ما تصل الثلاثين. الثلاثين اوتوز 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 ثلاثين. ونفس الحالة همين اوتوز بير اوتوز اكي اوتوز وج اوتوز درت الى اخره لحد ما تصل الاربعين. اربعين كرك اربعين كرك اربعين كرك اربعين كرك. همين نفس الحالة، واحد واربعين كرك بير، اثنين واربعين كرك كي هيج. هسه نجي الخمسين. الخمسين اللي الخمسين اللي الخمسين اللي خمسين اللي، هاي انت اكيد راح تحفظها بالاول بالتسلسل، بعدين من راح تدامن عليها وتتعود على الارقام راح مو الا بالتسلسل. مثلا تجي تريد تقول 22 يرمي كي، 55 اللي بيش هيج، 42 كركي كي. هسه انت راح تحفظها بالتسلسل، ما راح تقدر مثلا راسا انه تجيب رقم من الوسط وتقوله، فتحفظها وبعدين ان شاء الله راح يسهل عليك الارقام. نجي انطيكم 10 10 10 اون 10 اون 10 اون. 20 يرمي 20 يرمي 20 يرمي. 30 اوتوز 30 اوتوز 30 اوتوز. 40 كرك 40 كرك، انتبه لللفظ، 40 كرك. 50 اللي 50 اللي 50 اللي. 60 اطمش 60 اطمش 60 اطمش. 70 يتمش 70 يتمش، انتبه هنا اكو هواي يتغلطون بين الستين والسبعين. الستين اطمش 70 يتمش. 7 يد يتمش 70 يتمش 70. 80 سكسان 80 سكسان 80 سكسان. 90 دوكسان 90 دوكسان 90 دوكسان. يوز 100 يوز 100 يوز 100 يوز 100. تجي تريد تقول 101 يوز بير، 102 يوز كي، 105 يوز بيش، 110 يوز اون، 190 يوز دوكسان. يعني نفس الحالة يوز وبعد الرقم، يعني 100 والرقم، يعني بالعكس مو مثل العربي، عكسها تماما. مثلا 140 يوز كرك، 144 يوز كرك دورت، 155 يوز اللي بيش، يعني من اليسار الى اليمين تقرأ 155 يوز اللي
باش يوز اللي باش 123 يوز يرمي اوج يوز يرمي اوج يوز يرمي اوج. ومثل ما شفتوا هاي الاعداد التركية، عيدها عليكم بشكل سريع من الواحد للعشرة، وبعدين من العشرة عشرات، يعني عشرة عشرين ثلاثين. بير اكي اوج دورت بش altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hay lil aşra. Hesse aşra aşra. On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz. أريد أقول 200 300 400 إلى 900 أول مرة الرقم وبعدين المية. مثلا 200 اكي يوز اوج يوز دورت يوز، يعني 200 300 400 بش يوز الت يوز يدي يوز سكيز يوز دوكوز يوز دوكوز يوز 900. الالف بين، الالف بين، الالف بين. أريد أقول 2000 3000 نفس المية. إكي بين أوتش بين دورت بين، يعني 2000 3000 4000. وهاي هيك الأعداد، يعني سهلة بس تحفظها، وهاي من تحفظها تقدر تطلع أعداد من الوسط مو إلا بالتسلسل. يعني أي عدد يجيك تقدر تقوله مباشرة أو تفتهمه مباشرة. وإلى هنا وينتهي درسنا لليوم، وأتمنى عجبكم واستفاديتوا منه. وحتى يصلك كل درس فعل زر الجرس واشترك بالقناة، والسلام عليكم.